جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم خصي ذكور المواشي، علما بأن الناس ينتفعون بذلك، جزاكم الله خيرا. لا بأس بخصي ذكور المواشي إذا كان هذا لأجل تسمينها وطيب لحمها، لا بأس بذلك، لأن هذا كان معروفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موضوعين، يعني مخصيين. نعم.